لمزيد من النقاش حول عدم محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين في ظل المواقف الدولية المتخاذلة في القضية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الناشط في التظاهرات عباس السلطاني. أستاذ عباس، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ العزيز، تحياتي لك وكادر قناة الرافدين جميعا. حياكم الله. يعني كما تعرف مرت 18 عاما والميليشيات ترتكب مزيد من الجرائم بحق العراقيين، لكن جريمة قتل المتظاهرين هي الأشد كانت من بين تلك الجرائم، والذين خرجوا بشكل سلمي يطالبون بمطالب حقة وطنية، لكن هناك أطراف عديدة استهدفت هؤلاء المتظاهرين بالقتل والمطاردة إلى آخره. وهنا يكمن السؤال، لماذا برأيك لم يحاكم المتورطون على الرغم من معرفة معظم الجناة ووجود دلائل بالصوت والصورة عن الذين ارتكبوا تلك الجرائم بحق المتظاهرين؟ بالبداية السلام عليكم، تحياتي لقناة الرافدين والمشاهدين قناة ذبح إن شاء الله. أستاذي العزيز، صار 18 سنة، احنا نعرف كل زين 18 سنة من تفجيرات ومن خراب ومن دمار، ولكن احنا خلينا نتحدث عن اخر سنتين من 2019 لحد الان، عندما انتفض العراقيون الشرفاء بثوره تشرين، وصار اللي صار بثوره تشرين، يعني ما يقارب ال 800 شهيد، عشرات الالاف من الجرحى والمعوقين والمغيبين والمستطرفين. هذول كلهم لحد الان ما طلع قاتلهم وما بين منه قاتلهم. المفارقه هنا استاذ العزيز انه سنتين يقتلون بثوار تشرين وما حد طلع من الاحزاب، يعني اليوم الاحزاب بالدليل القاطع بعد خروج المحتجين على بوابه الخضراء، خروج المحتجين على بوابه الخضراء اليوم اصبح بالدليل القاطع انه الاحزاب هم من قتلوا ثوار تشرين. نعم، لانه سنتين قلت لك ما يقارب 800 شهيد وعشرات الالاف من الجرحى، ما حد داعب دمهم وما حد طالب بحقهم وما حد نزل لهم للشارع وقال لهم للساحات وقال لهم شو تريدون، ومع انه احنا كنا طالعين على مبدا طالعين، يعني مو على نتائج انتخابات او نتائج الاحزاب الفاشله، احزاب ايران المواليه لايران الفاشله، ويريدون يستردون حقوقهم. احنا طلعنا على العراق، احنا ردنا وطن، شعارنا كان يقول نريد وطن. ما حد اجانا للساحه وقال شنو اللي تريدوه، مع انه الاحتجاجات الاخيره على بوابه الخضراء، يعني خلينا نقول الدم العراقي هو غالي مهما كان، حتى وان كانوا خصوم من هم، ولكن الدم عراقي غالي على كل العراقيين. يعني شهيدين راحوا منهم، وشوف الاعلام، هاي صار شهر الاعلام انقلب الاعلام عليهم، ليش الشهيدين ما حد يداعب حقهم؟ منو قاتلهم؟ اريد اظهار قاتلهم، اريد الكاظم ينزل للساحه ويشوف. على ذكر الكاظمي استاذ عباس، على ذكر الكاظمي، لماذا برايك لم يتخذ خطوات او اي خطوه تجاه كشف المتورطين في قتل المتظاهرين طيلة المدة التي حكم فيها الكاظمي إلى ما قبل الانتخابات؟ أستاذ العزيز، الكاظمي من أجى؟ الكاظمي أجى من رحم الأحزاب. يعني ثورة تشرين أحياناً البعض يتهمون بثوار تشرين أنه هم اللي جاؤوا بالكاظمي، وهاي معلومة خاطئة، لأنه الكاظمي أجى من رحم الأحزاب الموالية، ومعروفة الفتح وسائرون والباقين والكل اجتمعوا باستثناء دولة القانون اللي هي ما كانت راضية عن الكاظمي، ولكن كل الأحزاب الموالية هم وافقوا على الكاظمي وجابوه. فإذا أكو اتفاقيات، الكاظمي ما يقدر يتصرف بكيفه. يعني اليوم وصلتنا معلومة بأنه الكاظمي متصل بالمركز الوطني الامريكي، يريد انه يرفع ايده عن التحقيق بمساله اغتياله، يعني يريد يوقف التحقيق بمساله اغتياله بعد مجيء القاني للعراق والضغط على الكاظمي. فالكاظمي طلب من امريكا انه يوقف التحقيق، ما يريد نتائج التحقيق الحقيقيه تظهر. ليش؟ لانه الموالين الموجودين والاحزاب المواليه لايران الموجوده هم دا يضغطون على الكاظمي وما دا يخلوه وما يقدر. وسبق وان قلت لكم عده مداخلات مع قناتكم الكريمه، قلت لكم الكاظمي رجل اعلامي، يعني اظهر قاتل او قاتلين
يريد يسكت، يعني مثل ما نقول مورفين، يريد يسكت الشعب بظهر قاتل او قاتلين. نعم. هناك ايضا، هناك ايضا تواطؤ من جهات اخرى استاذ عباس، استغل حضورك معي لاسال عن لقاء ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بأحد قادة الميليشيات الضالعين بقتل المتظاهرين بحسب النشطاء بطبيعة الحال. كيف تقرأ موقف المجتمع الدولي تجاه ملف قتل المتظاهرين طالما أنهم يلتقون بهؤلاء القتلة والجناة؟ أستاذ العزيز، المجتمع الدولي صار سنتين يعني وصلت له الفيديوهات، وصلت له الصوت والصورة، وكل العالم برمة العالم شافوا الثوار تشرين شلون ينقتلون وشلون يختطفون وشلون يغيبون، ولكن للاسف للاسف المجتمع الدولي ساكت. باتفاق مجلس الامن يعني الامم المتحده بلاد خارت، يعني احنا مستغربين من بلاد خارت، وهي اثبتت يقينا اثبتت انه هي حالها حال الاحزاب المواليه لايران موجوده، لانه بلاد خارت صار سنتين تلتقي بالاحزاب وتقعد مع الموالين مع قاده الميليشيات، واخرها امس اللي قعدت ويا المجرم قيس الخزعلي، خلينا نقول نعم قعدت وياه وتتفق. طيب انت من تقعدين، احنا اكو طرفين بالعراق، اكو قاتل واكو مقتول، انت ليش بس تقعدين ويا القاتل ما تقعدين ويا المقتول؟ يعني اقعدي ويا المتظاهرين، سوي لك اللقاء ويا المتظاهرين، اقعدي نعم. وجها لوجه مثل ما تقعدين ويا الاحزاب، سوي لقاء ويا المتظاهرين، شوفوا شنو راح يطلبون منك، شو يقولون وشنو الادله اللي راح يطلبون اياها. اذا انت ما عندك ادله، صار سنتين هاي الفيديوهات، ومع احترام للسامعين، اذا انت عمية وما تشوفين هاي الفيديوهات، اقعد يم الناشطين، اقعد يم ثوار تشرين، وخلي يفهموك وجها لوجه يقولوا لك منو اللي قتلهم. اما هي نعم تقعد فقط مع ابو فدك، تقعد ويا الخزعلي، تقعد ويا غيره. اشكرك، لانه اكيد حبيبي. شكرا لك استاذ عباس السلطاني، ناشط في التظاهرات.